أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا حكايات الناس. كل سنة وأنتم طيبين بحلول شهر رمضان المبارك. إن شاء الله أول أيام الشهر غدا الجمعة، أعده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. أنا حقيقة متفائلة جدا، إن شاء الله الأزمة بتاع فيروس كورونا هتنتهي قريب جدا، ونسأل الله الشفاء لكل المصابين بإذن الله. قرارات عمال نسمع في قرارات، يعني القرارات متتالية، وكل الأسر المصرية خايفة على أولادها وعلى مستقبل أولادها. التعليم قبل كده كان في المدرسة، دلوقتي بقى في البيت أونلاين. التعليم قبل كده كان بالطباشيرة والسبورة والقلم، دلوقتي التعليم بقى على التابلت، على الموبايل، على اللابتوب. قبل كده كان في طبعا امتحانات، اتلغت الامتحانات، ودلوقتي بقى في بدلوها الامتحانات دلوقتي بابحاث. طيب في حاجه كمان اخطر من كده، الدروس الخصوصيه. الدروس الخصوصيه اتلغت، ما بقاش في دروس خصوصيه. ايه اللي بيحصل؟ هل لو احنا قلنا الكلام ده من فترة بسيطة قبل كده، قبل الأزمة اللي احنا فيها دي، كان حد هيصدق كده؟ يا جماعة الأزمة اللي احنا فيها غيرت الخريطة التعليم تماما. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ عاوزين نعرف ما بعد الأزمة، لأن أنا متفائلة إن شاء الله الأزمة هتخلص قريب جدا. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ عاوزين نعرف هيحصل ايه في التعليم ما بعد كورونا. استضفنا في حلقة سابقة أسرة مصرية مبتكرة ابتكرت تعليم أونلاين. طبعا التعليم أونلاين موجود، ولكنها ابتكرته بطريقة وأسلوب شيق، حولت الكتاب المدرسي إلى برنامج شيق بالأنيميشن وبالكرتون وبالألوان، وحببت الطلبة في النهاية إن هي تتعلم وإن هي تبقى مقبلة على التعليم. يسعدنا إن احنا نقدم ضيوف البرنامج، المهندس عماد جيلاني، مهندس مدني، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الدكتورة دعاء وجيه، أهلا وسهلا بحضرتك، مدرسة اللغة الإنجليزية ومترجمة الفورية، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك ممكن بقى تقول لنا، تقول للسادة المشاهدين الموضوع بتاع تحديث والتطوير من برنامج الاونلاين للطلبه، ممكن تشرحوا لنا كده بشكل مبسط؟ بشكل مبسط، هي الفكره بدات لما لقينا ان في عدم اقبال للطلبه من الطلبه على التعليم اونلاين، فبدانا ان احنا نبتكر فكره جديده، ان احنا نضيف فيديوهات انيميشن ورسوم متحركه وصور متحركه برضو للفيديوهات، بحيث ان هو يبقى فيديو شيق شويه، يعني بحيث ان هو يجذب الطالب ان هو يتابع دروسه ويحاول يفهم المعلومه مجسمه قدامه. يعني فعلا حضرتك، بما ان حضرتك، طيب الدكتوره دعاء، بما ان حضرتك طبعا يعني في المجال وفي تدريس اللغه الانجليزيه، ايه اللي خلاكي ان انت تغيري في الستايل او النظام بتاع التدريس المعتاد؟ كله بقى طبعا ايه، بيشرح بالكتاب موجود والتصوير، لكن ايه اللي خلى حضرتك تغيري لكده وتطوري في التعليم؟ اللي حصل ان بعد القرار بان الطلبه تفضل في البيت طبعا الحفاظ عليهم، كل المدرسين مجبرين، أو مش مجبرين يعني، فجاه كده لقينا نفسنا لازم نتعامل مع الطلبه اونلاين، فمن خلال جوجل كلاس روم، من خلال زوم كلاود ميتينجز، فانا بعرف عدد المشاركين اللي قدامي. فلما اشتغلت اول كلاس بالطريقه التقليديه لقيت العدد مش كتير. اول ما اقترحت على زوجي الباشمهندس عماد ان انا عايزه اعمل حاجه، انا بطبيعتي مدرسه مش تقليديه، فعايزه اعمل حاجه تشد الولاد. فهو طبعا عنده هوايات كتير في الانيميشن وبرامج 3 دي وكده، فهو اقترح عليا ان احنا نضيف شخصيه كرتونيه، موسيقى. ابتديت امسك واحده من كتاب الوزاره واحاول احولها لفيديو، طبعا بمساعدته ومساعده ابن يوسف برضه. تمام. فلقيت العدد بيزيد، عدد المشاركين بيزيد معايا. وهل فعلا الطلبه استجابوا لكده وحبوا الموضوع ده؟ جدا والله. جدا. مع ظهور اول شخصيه كرتونيه الطلبه ابتدت تسالني امتى الفيديو الجاي.
هو فعلا لما يعني حضرتك عرضت الموضوع دوت في الحلقه السابقه، كانت بصراحه الساده المشاهدين اهتموا جدا والطلبه، وبناء على كده احنا يعني استضفناكم النهارده عشان برضو نقول التجربه ونشرح التجربه ونشرح ما بعد كورونا هيحصل ايه. طيب وبالنسبه لحضرتك بقى، حضرتك كنت بتشجعها على ان هي تطوير التعليم، وبما ان حضرتك مهندس يعني انت حضرتك عندك هوايات بقى وابداع في الشكل، تغيير الشكل التقليدي واعطاء شكل مثلا كوميدي، شكل محبب، رسوم جميله، فحضرتك يعني درست فعلا في المجال ده؟ يعني انا اخذت كورسات مكثفه ودورات كتير في الانيميشن وبرامج 3D وبرضه وفي البرمجه، فما حبيتش برضه ان يعني يكون انا عندي القدره ان انا اساعد زوجتي طبعا او اسرتي في ان في مهمتها او في شغلها، او في نفس الوقت يبقى عمل نافع لجميع الطلبه في مصر يعني. تمام. طب دلوقتي احنا نعرض لكم جزء من الفيديوهات عشان يبقى عندكم للي هم ما شافوش الحلقه اللي فاتت، يشوفوا جزء من الفيديوهات ويعرفوا الشغل اللي معمول. يا ريت الشباب يعني يعرضوا لنا جزء من الفيديو. Windsurfing. Here is a man. This man goes windsurfing every day. Also, he is going to go windsurfing tomorrow. And he went windsurfing yesterday. Look at the photo, dears. Look carefully and then enjoy the animation of this sport. Number two, sailing. This boy goes sailing every day. Moreover, he is going to go sailing tomorrow. And finally, he went sailing yesterday. So please look carefully at the photo, then enjoy the animation of sailing. Number three, diving. These two men go diving every day. They are going to go diving tomorrow. And they went diving yesterday. Look at the photo, look carefully, then watch the animation. Number four, rock climbing. Rock climbing. This boy goes rock climbing every day. Also, he is going to go rock climbing tomorrow. And finally, he went rock climbing yesterday. Look. رجعنا لكم تاني وشفنا جزء من الفيديوهات، بس بصراحة هو جميل رائع. يعني انتوا عملتوا دوت بالمجهود الذاتي وبالتكلفه الذاتيه. هو اللي يحول الصوره الثابته المتحركه زي ما حضرتك شايفه كده. هو بس اضافه بس جديده علشان يبقى الفيديو اتراكتيف، ما يبقاش يعني ممل. تمام. يبقى برضو الطالب يفهم المعلومه وهو شايفها قدامه بتتحرك. يعني معنى كده ان ده تكلفه ذاتيه، انتوا اللي عملتوا التكاليف وانتوا اللي عملتوا المجهود الذاتي. اجتهاد ذاتي طبعا. يعني اعتقد ان هو لو في طبعا امكانيات هيبقى افضل من كده. اكيد طبعا، كتير اكيد طبعا. تمام. اكيد طبعا لو في امكانيات هيبقى افضل من كده بكتير يعني. طيب عاوزين نعرف يا باشمهندس، ايه هو تصورك للتعليم ما بعد ازمه كورونا؟ والله هقول لحضرتك، هو انا شايف ان يعني التعليم التقليدي شمسه بدات تغيب. تمام. فتدريجيا هيحل محله التعليم الالكتروني. التعليم الالكتروني او الاونلاين ليرنينج. يعني اعتقد ان دلوقتي التعليم التقليدي يعني ما خلاص، يعني هو دلوقتي ابتدينا دلوقتي ان احنا بننظر الى التعليم الالكتروني اكتر. اكيد. ونتجه اليه اكتر، وده متهيألي مش في مصر بس بل في العالم كله. العالم كله متجه للتعليم الالكتروني. تمام. يعني هيجي وقت وهنقول يعني الله يرحم المدرس ابو طباشيره وصبوره،
لان واضح يعني كده ان التطور التكنولوجي جاي لا محاله. تمام. يعني شيئا فشيء يعني شيئا ام ابينا فهو جاي 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 التطور التكنولوجي. تمام. طب احنا معانا مكالمه تليفونيه من الاستاذ محمود سيدين رئيس مدير الاتصال السياسي بوزاره التربيه والتعليم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمود، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، مشرفنا في البرنامج. انا حضرتك وزاره غرب شبرا الخيمه التعليميه، مدير اداره الاتصال السياسي وزاره غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا كل سنه وانتم طيبين وحضراتكم والساده الضيوف بخير. تمام. بمناسبه شهر رمضان الكريم. وحضرتك طيب. ايه راي حضرتك بقى في اللي شفته؟ والله احنا بنقول من زمان ان التعليم اونلاين هو اللي له المستقبل. ومن ناحيتي انا يعني برضو اضيف عند كلامي ان بالمشاركه المجتمعيه لنشر التعليم عن بعد او التطور في التكنولوجيا اللي بيساعدنا على كده، في مؤسسات كتير مجتمعيه بتساعد الطلبه على الطريق ده. انتشار السايبر والانترنت في الشوارع دلوقتي بقى الاطفال النهارده يعني ممتازين في التكنولوجي. تمام. بس يا فندم حضرتك يعني الكلام ده بالتعليم هيبقى حاجه جامده جدا. بس دلوقتي طبعا ما فيش وعي برضو، يعني لسه الموضوع جديد على الطلبه، يعني لسه عاوزين برضو وعي. كل حاجه جديده بتبقى صعبه في الاول وبعد كده بتاخد طريقها. تمام. طب هل يعني بعد كده ان شاء الله المفروض يبقى في تطوير بقى للتعليم الالكتروني ونشره وانتشاره، لان اكتشفنا ان ليه كتير من المميزات. استيعاب يعني انا بدعو حضرتك ان من خلال برنامج حضرتك ان احنا نبتدي من سنه اولى من كي جي 1 نبتدي ندرب الاطفال او الطلبه على التعامل بقى بما يفيد في الانترنت او التكنولوجي، يبحثوا بنفسهم يعملوا ابحاث زي اللي طلبت من السيد الوزير، ونحاول ان احنا نطور بقى من نفسنا ان احنا نعتمد على الفكر او نعتمد على الشخص نفسه، ما نعتمدش على التحصيل الدراسي بالتوقين بقى. تمام. يعني بما ان حضرتك المسؤول السياسي في اداره شبرا الخيمه التعليميه، يعني حضرتك طبعا اعتقد يعني شايفه حماس من حضرتك في تطبيق النظم الجديده والنظم الالكترونيه. احنا فعلا سعينا لكده، وفي تعاون وبروتوكولات مع النيل الاعلام، مركز النيل الاعلام عندنا، وبعض المؤسسات التعليميه او الخدميه اللي هي تبع وزاره التضامن لها اتجاهات تعليميه، وبنحاول نسعى في الاتجاه ده، نعمل تطوير تعليمي من خلال تحويل الانشطه لمسرحيات لكرتون لافلام لحاجات من دي، والتفاعل من بعد كمان بيدينا ان الولاد النهارده عندهم قدره غريبه على الاستيعاب في التكنولوجي. طيب انا دلوقتي بتكلم بالنسبه للمدرسين المبدعين والمبتكرين، يعني ده في ابتكار، في تعب ذاتي، في مجهود شخصي، يعني انا اعتقد ان تشجيع المدرسين واعطائهم كمان دورات تدريبيه للمتميزين اللي هم عندهم استعداد وعندهم افكار ابداعيه، ده اكيد هيساعد في تطوير التعليم وصول مجهودهم الى يعني الى كل البلاد، الى تعميمها في البلاد، تعميم الفكره في البلاد. اضم الصوت لصوتك، وفعلا احنا محتاجين تدريب عالي للمدرسين، تدريب على التكنولوجي، تدريب على التعليم عن بعد اللي هو التعليم اونلاين. حوالي ان احنا عايزين نحول المنظومه من منظومه الحفظ والتوقين والاسلوب القديم الى العصر المتطور اللي حوالينا، ان احنا نواكبه، وباذن الله في خلال فتره صغيره قوي مصر تتحول لمنظومه عاليه جدا من التعليم، لو احنا خدنا فعلا منظومه التدريب، نبتدي بالمعلم، نبتدي بعد كده بالولاد، بسرعه البرق هنوصل للي احنا عايزينه ان شاء الله. شكرا استاذ محمود، اسعدتنا باتصالك، شكرا جزيلا. طب ايه راي حضرتك؟ يعني احنا عاوزين فعلا احنا نطور التعليم بالتدريب المدرسين كمان، يعني تطويرهم واعطائهم دورات تدريبيه. يعني في دلوقتي يا جماعه المصريين مبدعين بجد، مبتكرين، لازم نستغل الابتكار والابداع في تطوير التعليم اونلاين ما بعد الكورونا.
هو انا بس اخد كلمه من مداخله الاستاذ محمود، ان كان دايما باشمهندس حمد يقولها لي ان التعليم اونلاين بالنسبه للاولاد مجهول، فهو كان ليه كلمه دايما يقولها لي كده. اتفضل. طب كلمه ايه بقى؟ التعليم بالنسبه للانسان، لا بالنسبه الانسان دايما يعني ايه، عدو ما يجهل. ايوه الانسان عدو ما يجهل، فدي فلسفه قديمه يعني، كلمه فلسفيه قديمه، الانسان عدو ما يجهل، فكل ما هو جديد بيبقى في خوف منه وفي خوف على الاقبال عليه، فبالتدريج واحده واحده يعني الانسان بيتعود على الشيء الجديد. هو فعلا كلام حضرتك عندك حق. كمان الوزاره لما جت وقفت المناهج، وقفت لغايه 15 مارس تمام، لغايه التعليم اللي كان ما بيتم جوه الفصول بالعنصر يعني البشري، بالعنصر البشري بالتعليم التقليدي، لما جت تعمل امتحانات او ابحاث هي ما عملتهاش على ما بعد 15/3 على، لا على التعليم التقليدي، لان طبعا هي ادركت ان الموضوع ده لسه مستجد على اولياء الامور وعلى الطلبه وعلى المدرسين. بس هل حضرتك في اعتقادك ان التعليم الاونلاين دوت يعني ممكن يعني يغني عن التعليم التقليدي ويتم الامتحانات برضو في المواد اللي تم دراستها عن طريق الاونلاين؟ والله انا من وجهه نظري ان هو في مراحل معينه يقدر يحل محل التعليم التقليدي، لكن في مراحل تانية لا. يعني مثلا مرحلة ابتدائية ومرحلة الروضة ده محتاج مدرس قدامه يوجهه ويرشده، لكن بداية من المرحلة الإعدادية والثانوية احنا ممكن نطبق الأونلاين ليرنينج على نطاق أوسع، وده يكون أفيد فعلا لناس كتير. ويمكن أكبر دليل على مقولة الباشمهندس إن الإنسان عدو ما يجهل هو الرعب اللي عند أولياء الأمور من البحث اللي طالباه الوزارة. طيب عاوزين نعرف من حضرتك مميزات التعليم عن أونلاين، لكن بعد الفاصل تابعونا. رجعنا لكم تاني مرة أخرى، وإحنا بنتكلم دلوقتي على المميزات على التعليم على الأونلاين. هو طبعا ليه مميزات كتير، وأهم حاجة طبعا فكرنا أنا وعماد فيها بطبيعة شغله إحصائيات وأرقام، فكان دايما يجيب لي إحصائيات إن كثافة الفصول عالية، فيمكن هو حافظ الأرقام أكتر مني، فالاونلاين ليرنينج على الاقل هيقلل كثافه الفصول. يعني كثافه الفصول فعلا عاليه، متوسط كثافه الفصول 47 طالب في الفصل، في مصر متوسط كثافه الفصول 47 طالب في كل فصل. تمام. ده على مستوى الجمهوريه، مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه. في احصائيه قدامي من وزاره التخطيط بتقول عشان نقلل طالب واحد بس من كل فصل، بدل يعني بدل 47 تبقى 46، لازم توفير اماكن سنويه بمقدار 1,200,000 طالب سنويا، وانشاء 27,500 فصل جديد. 27,500 فصل، فطبعا ده يعني محتاج انشاءات ومحتاج امكانيات كبيره جدا. فزي ما حضرتك قلت كده ان الاونلاين هي طبعا ايه، هيبقى يحل مشكله كثافه الفصول بسهوله. تمام. في كذا ميزه تانية. لو حضرتك تفتكري زمان الطلبه المتفوقين كان في امكانيه ان هو مثلا ياخد سنتين في سنه، او ياخد سنتين في سنه بالظبط. فبرضو على فكره الفكره دي اوريدي قائمه في جامعه الطفل وغيرها، فبرضو ده بيتيح فرص للطلبه المتفوقين او المميزين ان هم يعني يجتاز امتحان كذا مرحله في سنه واحده، وبالتالي حضرتك بقى عندك فرصه ان تلاقي مثلا طفل عنده 16 سنه معاه دكتوراه مع ماجستير. الموضوع ده احنا بنسمعه في الدول الاوروبيه، هو مطبق بره طبعا، مطبق بره، لان كتير جدا بنسمع ايه ان واحد مثلا خد الكليه وهو عنده ايه 17 سنه، واخد دكتوراه وعنده 20 سنه بالظبط. فده يعني ده طبعا احنا المفهوم ده لسه جديد علينا، بس الاونلاين اعتقد ان هو ممكن يسهل الموضوع ده بالنسبه للطالب اللي هو الايه المبدع المبتكر اللي ليه قدرات معينه. طبعا طبعا مش لكل الايه الطلبه، بس بيدي المجال طبعا، بيدي المجال ان الطلبه يعني يخرجوا ابداعاتهم، ونخرج فعلا طالب فاهم مش طالب مجرد حفظ وخلاص. تمام. طب في برضو مميزات اخرى حضرتك شايفها بالنسبه للاونلاين؟ بالنسبه للاونلاين برضو ان زي ما الدكتوره قالت وزي ما حضرتك برضو بتقولي ان زي ما هندي الفرصه للطالب المبدع ان هو يتفوق، برضو الطالب الضعيف امير الركب برضو مش هنسيبه، بمعنى ان هو لازم برضو ايه
يعني هيقدر وقتها ان هو ممكن ينتظم في الدراسة، يروح المدرسة عادي، مفيش مشكلة في انه يروح المدرسة، ده ما يتمنعش او ما يتعارضش مع التعليم اونلاين، ده يمشي في اتجاهه وعلى قده، والطالب المتفوق برضو ياخد اتجاهه بسرعته زي ما هو عاوز. بالعكس ده ممكن يعيد الفيديو مرة واتنين لو هو ضعيف، يعني لا يعيد الفيديو هيعيد مرة واتنين، لكن الحصة في قدامه، المدرسة مش قدامه بتتعاد. مادة موجودة على الإنترنت متاحة في أي وقت. تمام. طيب احنا دلوقتي بنناشد سيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتبني الفكرة وتشجيع المدرسين الموهوبين وتدريبهم بحيث ان هم بيزيدوا ويتطوروا من التعليم اونلاين. ويا ريت ان احنا نشوف فيديو برضو انتوا عاملينه، لان ده يعتبر مفاجأة بقى باشمهندس. مفاجأة لانه هو باللغة العربية وبالرياضة، لان حضرتك طبعا مهندس. لما اتعرض الفيديو في الحلقة اللي فاتت من البرنامج، جات لنا طلبات من ناس كتير من داخل مصر ومن خارجها برضو، ان احنا يعني نعمم التجربه على كل المواد باللغتين العربيه والانجليزيه في كل المواد. فبدات بسنه سته ابتدائي، عملت درس في الهندسه لسنه سته ابتدائي، وساعدني في ده يوسف طبعا المره دي، يعني ده ابن يوسف اللي هو كان معانا في الحلقه. طفل جميل جدا ما شاء الله، وذكي فعلا ما شاء الله. فالفيديو فيه مفاجاه بقى اعملها لكل باشمهندس، يا رب يعجب حضرتك ان شاء الله. طيب طبعا وقت البرنامج انتهى، واحنا كنا عاوزين وقت اطول من كده، لان الموضوع فعلا مهم جدا وشيق جدا ومفيد لكل الاسر المصريه اللي بتحرص على مستقبل اولادها. احنا بس يعني طبعا هنسيبكم مع الفيديو، والى اللقاء في حلقه قادمه من حكايه جديده من برنامج حكايات الناس، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم لشرح درس جديد من مادة الرياضيات. درس النهاردة إن شاء الله هيكون في الهندسة، وعنوان الدرس حساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية للمكعب ومتوازي المستطيلات. نتمنى أن كلكم إن شاء الله تستفيدوا وتستمتعوا بالدرس معنا. أعزائي الطلبة، يلا بينا نبتدي بالمكعب. علشان نفهم يعني ايه مكعب، لازم نتفرج كويس قوي على الانيميشن بتاع تكوين المكعب اللي قدامنا. ودلوقتي تعالوا بينا نتعرف على خصائص المكعب. اولا له 6 اوجه، كل وجه منها على شكل مربع وجميعها متساوية في المساحة، لذلك فإن مساحة الوجه الواحد تساوي مساحة المربع. طول الضلع في نفسه، طول الضلع في نفسه. ثانيا له 8 نقاط تقاطع و12 حافة. ثالثا للمكعب 3 أبعاد، طول وعرض وارتفاع، وجميعها متساوية. أربعة حجم المكعب يساوي طول الضلع في نفسه في نفسه، طول الضلع في نفسه في نفسه. أحبائي الطلبة، دلوقتي تعالوا بينا نشوف إزاي هنحسب المساحة الجانبية للمكعب. علشان نحسب المساحة الجانبية للمكعب لازم ننظر إلى الشكل التالي. بصوا كويس، عندنا كم قاعدة؟ 2، وكم وجه؟ 4. يبقى المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة وجه واحد في 4، يعني طول الضلع في نفسه في 4، طول الضلع في نفسه في 4. أما المساحة الكلية للمكعب فبتساوي مساحة وجه واحد في 6، يعني طول الضلع في نفسه في 6، طول الضلع في نفسه في 6.
كده احبائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي تكون خلصنا درس النهاردة، وهو حساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية للمكعب متوازي المستطيلات. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالدرس معانا وفهمتوا القواعد، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد لشرح قواعد جديدة في الهندسة والجبر.